اهلا بيكم، معاكم وليد عشان نتعرف على كل جديد في الاي سبورت والفيديو جيم. النهارده هنعمل مراجعه سريعه للعبه ريزنت ايفل 4 النسخه الريميك. قبل ما نبدا بالمراجعه عايز افكركم ان نسخه ريزنت ايفل 4 الاصليه نزلت 2005، والنسخه الريميك اللي هنتكلم عليها النهارده هتنزل يوم 24 مارس، يعني بعد 18 سنه من اصدار النسخه الاصليه هتنزل النسخه الريميك. يعني ايه بقى نسخة ريميك؟ ريميك جاية من اسمها، يعني اعادة بناء، يعني هما بيعيدوا تصميم اللعبة بشكل كامل من الاول وجديد من الصفر، لكن بيحافظوا على اساسيات اللعبة الاصلية، يعني بيحافظوا مثلا على المكان اللي اتلعبت فيه اللعبة، بيحافظوا على القصة بتاعت اللعبة، بس بيعملوا تعديلات جديدة. بيعملوا طبعا تعديلات على القصة، على الاخراج، على الجيم بلاي، بيعدلوا مثلا على الاداء الصوتي للشخصيات في اللعبة، وطبعا بيكون في اختلاف ملحوظ، وبتحس كده ان الجيم بلاي سلس اكتر. بطل احداث قصه اللعبه هو ليون سكوت كينيدي. القصه باختصار وبدون حرق الاحداث ان ليون عنده مهمه صعبه جدا، وهي انقاذ بنت الرئيس الامريكي اللي اتخطفت من جماعه مجهوله، وليون هيبقى متدرب على اعلى مستوى وهيسافر اسبانيا علشان ينقذ بنت الرئيس الامريكي المخطوفه. في البداية ليون وصل في منطقة نائية في اسبانيا، واكتشف ان الناس كلها عندها مرض غريب جدا، عاملين كده زي المجانين يعني، والناس بتتحول تبقى زومبي. فبقى عنده بدل المهمة اتنين، ان هو ينقذ بنت الرئيس الامريكي المخطوفة ويشوف ايه قصة المرض الجديد ده. ريزنت ايفل 4 النسخة الريميك الاخراج والتصوير فيها مختلف عن النسخة الاصلية واحسن طبعا، ومع زيادة شوية تغييرات في اسلوب القصة عن النسخة الاصلية، وفي شخصيات جديدة ظهرت، وفي شخصيات بقى ليها دور اكبر، وفي اللقطات السينمائية بقى في كده زي ما تقول حبكة درامية، في ترابط اكتر ما بين الشخصيات وبعض، بقيت عايز تتفرج اكتر مع النسخة الاصلية. ابرز مميزات اللعبه في نسخه ريزنت ايفل 4 الريميك انهم حطوا اللغه العربيه في الترجمه وقوائم اللعب، وبقى في تنوع كبير في اجواء اللعب، يعني بقى في اماكن مختلفه كتير، يعني على سبيل المثال انت ممكن تركب المركب كتير غير الاول في النسخه الاصليه، بقى في مرحله كامله انت بتركب فيها المركب كتير جدا. اسلوب اللعب بقى مختلف عن النسخه الاصليه، يعني مثلا التحكم وانت بتضرب كان في النسخه الاصليه لازم تثبت الاول في مكانك وتنشن وتضرب، دلوقتي لا، هم بيواجبوا العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، حصل تطور كبير جدا في السنين اللي فاتت، فدلوقتي انت بتقدر تتحرك بالشخصيه عادي وبتضرب وبتنشن مع الحركه مفيش اي مشكله، وانت كمان بتتحرك ممكن تبدل اسلحه. في النسخه الاصليه كان لازم تقف وتثبت في مكانك وتبدل السلاح وبعد كده تبتدي تتحرك. معنى برضو ان هي نسخه ريميك ان ما فيهاش عيوب، لا، في عيوب ظهرت، يعني على سبيل المثال التفاصيل الدقيقة بتاعت الزومبي والحركة بتاعته بقت أبطأ وتحسها مش واقعية، يعني مثلا لما تيجي تمسك زومبي كده وتنشره هو المفروض يقع وقع طبيعية يعني أحسن من كده، لا هو بيقع وقع غريبة شوية، في أخطاء برضه. في برضه جليتش موجود في الجري كده غريب شوية، يعني المفروض أنت بتجري من الأعداء فبتهرب، هو مخلي لك حركة الجري بتاعتك بطيئة جدا، هو عايز يصعب لك اللعب، بس بتوصل معاك إن الموضوع ده مستفز أوي، أنا المفروض بجري مش بجري بالراحة ببطء، دي برضه من المشاكل اللي ناس كتير جدا اتكلموا عنها. اللعبة بصفة عامة صعبة، أصعب من نسخة ريزنت ايفل فيليج مثلا، فيها أفخاخ كتيرة وألغام موجودة في أماكن كتيرة، فعايزة تركيز برضه. في تنوع بقى في اللعب، يعني مثلا أنت عندك التجارة بتجمع موارد وتروح تبيعها للتاجر عشان تجيب أسلحة معينة أو تطورها، في مهام فرعية مثلا بتظهر لو أنت زهقت من الأسلوب ده، يقول لك مثلا اقتل كام فار أو اقتل كام تعبان وهكذا. يا ريت بقى تشاركونا بآرائكم، إيه أكتر شخصية أنت بتحبها في سلسلة ألعاب ريزنت ايفل، وإيه هي أجمد نسخة لعبة ريزنت ايفل من وجهة نظره؟